اليوم في قائد الجيش اللبناني بواشنطن، والهدف من زيارة قائد الجيش هي العملية العسكرية الإسرائيلية في الداخل اللبناني إذا تمت، وكيف باستطاعة قائد الجيش أن يحمي بقية المناطق اللبنانية. والرسالة هي التالي: أولا، إذا صار أي امدادات أم تنقلات لصواريخ حزب الله ببقية المناطق اللبنانية خارج مربعات حزب الله، يعني من شمال لبنان من جبال لبنان باتجاه بيروت باتجاه الجنوب، هذه الجسور والبنية التحتانية ستقصفها إسرائيل. نقطة ثانية، إذا تم إعطاء أي إحداثيات من قبل الجيش إلى حزب الله، المواقع الإحداثيات اللي عم تعطى من قبل الجيش ستدمر وتضرب من الجانب الإسرائيلي. وهولي نقطتين كتير مهمين. هلأ حتى الآن الجيش اللبناني موجود بالجنوب لم يطرد حزب الله، ولكن لم ينسق مع حزب الله، وهذا شيء يعني لحد ما إيجابي. هو كان مفروض يمنع حزب الله من الذهاب إلى الجنوب، ولكن ما منعه، ولكن من بعد 7 أكتوبر تقريبا ضل خارج التعاطي مع حزب الله. هلأ ببقية الأراضي اللبنانية إذا نسق مع حزب الله الجيش اللبناني عنده مشكلة. فلذلك الأمر اليوم قائد الجيش موجود بواشنطن، قائد الجيش اللبناني موجود بواشنطن لبحث هذه النقاط لعدم توسيع رقعة القتال من خارج الجنوب اللبناني. ومن ضمن هذه النقاط سيبحث معه أنه إذا تم ضربة عسكرية لحزب الله يجب أنه تجريد سلاح حزب الله هذه المرة، ويجب التنسيق مع الدول العربية والضغوطات من قبل المجتمع الدولي. وطبعا فرنسا وأمريكا هي من يعني أصدروا القرار 1559 بسنة 2004، يعني عندهم القدرة المعنوية على عدة دول. وإن روسيا كان كذلك الأمر بال 2004 ما حطت فيتو على القرار 1559، وروسيا سمحت لإسرائيل تضرب حزب الله والإمدادات العسكرية لحزب الله بسوريا. يعني في تفاهم دولي يجب الانتهاء من حزب الله. هل سيفعلوها هذه المرة، وخاصة إذا إسرائيل ما دخلت أكثر من الليطاني بجنوب لبنان؟ هل سيكون قرار جديد بالأمم المتحدة تحت الفصل السابع لإجبار حزب الله على تسليم سلاحه؟ بعد ما بنعرف، ولكن نعرف شيئا واحد، هنالك محادثات أمريكية إيرانية بالوقت الحاضر. هل هنالك من ضغوطات مع إدارة بايدن مع الإيرانيين لوضع حد في جنوب لبنان؟ يعني عم بيحاولوا، ولكن أنا بتصور المشكلة أكبر من إيران. اليوم إيران عم تستعمل هذه الأجندة لمصلحتها على الخفيف، مثل ما عم تستعمل الحوثيين باليمن، ولكن القرار سيكون قرار عربي إسرائيلي أمريكي فرنسي، الانتهاء من حزب الله. وقت تنتهي من حزب الله يجب أن يكون هنالك ضربة قاسية داخل إيران. هل ستحصل هذه الضربة القاسية تحت إيران؟ أنا لا أتصور أنه ستحصل أي ضربة مع الرئيس بايدن، وكما تفضلت منذ قليل بالتقرير تبعك أنه الانتخابات القادمة ب5 نوفمبر بالولايات المتحدة سيكون لها ردات فعل إيجابية على العالم العربي، بمعنى إذا نجح الرئيس ترامب العلاقة مع إيران ستضعف، وسيكون هنالك قيود كبيرة على إيران. العلاقات مع الدول العربية ستنمى أكثر. العلاقة مع إسرائيل وتوجيه ضربات إلى حماس وحزب الله سيدعم نتنياهو بهذه العمليات العسكرية. فعندما سيأتي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بآخر أسبوع من الشهر القادم ليلقي الخطاب أمام الكونغرس الأمريكاني، سيكون عنده عناوين عريضة سيستعملها بدون التفاصيل. باجتماعات جانبية سيكون لديه التفاصيل مع أعضاء من الكونغرس، ومنها أنه حان الأوقات
لتوجيه ضربات قاسية إلى الداخل الإيراني وإلى الحرس الثوري الإيراني، لأنه إذا انضرب الحرس الثوري الإيراني أما منشآت نفطية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ربما إيران ستحصل على رسالة قوية تجاه الشرق الأوسط وتغير سلوكها طيب مع المجتمعات العربية.